هيك جان قطعتي زد للشوي اوكي؟ ما يهمك رح زبط لك الوضع. الثنائي الحلو شو عم يعمل؟ الكن الصراحة انتوا الاثنين اليوم طالعين كتير حلوين سوا، وانتي سهام طالعة كتير حلوة، عجبني ستايلك هالمرة. انتي كمان مو معقول شو حلوة. نعم؟ عم قلك مو معقول شو حلوة. اه ميرسي. عن جد بتجنني. نحن خلينا نروح ندوق المشاوي. عن اذنك دارين خانو، تفضلي. رح اجي معكم. مين سهام هي شبها؟ كمان؟ على القليلة هالمرة طلع معها اسم لإلك، الوضع عم يتحسن. امير بيك، لوري. مرحبا. اهلين. اللي عندي جاهزين للشغل. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. أهلين جان بيك. أهلين. أهلين فيك جان. يعني فوق تعبك طول اليوم وهلأ عم تشوي لنا كمان، عن جد يسلم إيديك. ولو شو هالحكي، بعدين أنا بحب الشوي كتير. يلا بس ديري بالك سخنة. أنا ما فيني أكل لحمة نسيان إني نباتية. جربي هي بس. مستحيل. بس هالمرة عذرني، ما فيني غير مقبلات. زعلتيني منك. لا أنا ما بدي مقبلات، بدي أكل لحمة وبس. يعني فيني أكل سندويشة عادي مو؟ تكرمي يا بنتي، هلأ بعمل لك. وصى عمي. لك شبك أنتي، مانك شايفة الحفلة قديشة أكابرية وكلاس، وأنتي جاي بدك سندويشة لحمة، شو أنا مفكرة حالك؟ واللحمة أكابرية. تفضلي. لا وحدة بتكفي عمو، تنتين ما بقدر. العم رفعت عمل التانية مشاني أنا بأكل سندويش لحمة كمان. اتفضلوا صحة وهنا. شكرا على قلبك. تكرموا، هنيك في مشروبات ومقبلات. تفضلوا. شكرا لك. شكرا عمو، يسلموا ايديك. ان شاء الله ريحتها بتشهي. دوقيها بتجنن. انت منيحه؟ ايه ممتازه. اكلت مثل الفجعان. قعدت اكلي كثير. شو نسيتي الدايت؟ اه ليلى عم تتصل فيني، رح اروح رد عليها وبشرح. ايه ماشي. ايه ليلى شوفي هلا وصلت على الحفله لسه. ماشي منحكي بعدين، مع السلامة. إن شاء الله مبسوطين. إيه طبعاً. وهلأ بصحة مستقبل شركتنا. الأيام الجاية حتكون أحلى. واثقة الأيام الجاية حتكون أحلى، لأنه جان هلأ هو المدير. والله جد؟ ممتاز. شو مليتي؟ لا والله بالعكس بتجنن الحفلة. عم تفكري بطائر ألباتروس؟ ليش عم تتمسخر؟ شو بدك فيني؟ ليش فكرتيني عم تتمسخر؟ لأني ما بعرف بشو عم تفكر بنو. فهميني أنت لوين بدك توصلي؟ أنت مو مخطوبة؟ فليش عم تدوري على هذا الشاب؟ شو دخل الخطبة بالقصة؟ أنا بدي لاقيه لحتى أعرفه وحاسبه مو أكتر. ليش عم تسمي اللي بدك تحاسبيه بألباتروس؟ قريت بمجلة عنه، هالطير بيطير لفترة طويلة وما حدا بيشوفه إلا بالصدفة، وما شفته لهالشاب مشان هيك. أنا شفته لأبو دقن؟ لطائر ألباتروس بالمحيط. حكيلي. طير بري كبير ووحيد وأجنحته كتير ضخمة، عنده زوجة واحدة بكل حياته. إيه وكمان حاسة شمه قوية، وهو مستحيل ينسى ريحة شمها. ايه بس بالآخر هاد بيضلوا طير، وكمان صح الاسم كتير لابق للحملة. فعلا. رح قوم. ألف صحة وهنا. على قلبي.
هاتي. جان، نحن بحفلة وانت قاعد لحالك، قوم ارقص معي. يلا قوم ارقص معي لو سمحت. يلا طيب كرمالك برقص. انه من وين جايب كل هالعضلات؟ شو من افريقيا؟ كنت العب كرة ما مشان هيك طلع لي عضلات. كرة شو؟ شو هي كمان؟ لحظة دارين، كأنك دايخة شوي، شو رأيك تعدي ترتاحي؟ مو دايخة. متأكدة؟ شوفي انتقلي بالمشروب. انت منيحة؟ تشربي قهوة؟ انا بدي اشرب كمان. كلياتنا حنشرب قهوة. ايه هون كتير شمس، تعي نفوت نشربها جوا. اوكي طيب، قهوة سادة. تكرمي سادة. فيك توقف لي الموسيقى شوي؟ بعد إذنك. مدرائي المحترمين وكل زملائي بالعمل المحترمين، أنا حبيت أضيف لهالحفلة الحلوة شي جديد مع صديقي الفنان الراقي جوني اللي ما ردني خايب وإجا دغري على الحفلة، ورح نستمتع مع بعضنا بأغاني الحلوة كتير. شكرا. عم رفعت لو سمحت عملنا فنجانين قهوة سادة. تمام. بعد ما تشربي القهوة وتصحصحي بنرجع نرقص. رفعت بيك رح حضر لكم أطيب فنجانين قهوة، تفضلي معي لجوا. سبقيني شوي وجاي. تفضلي. جان يلا لاحق. التركات على الفلاشة عندك، شغل له الموسيقى منشان يعزف معها. إيه؟ أيوة. نسقوا سوا. Cinayet serisi olur, aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. خربت كل القصة ما هي؟ بس عملت مثل ما قلت لي، صورت التصميم، بس جان بيك مغير كل شيء. عملتي اللي بتقدري عليه ريهام. كان بدي سرب الفكرة على الانترنت مشان ما يقدر يستعملها وما يوقع مع الزبون، بس فاجأنا وغير كل الفكرة، مو طالع بإيدنا شيء. يعني هلا أخذ الحملة، معقول بعد كل هادي بيعها؟ أكيد مو بهالسرعة، هو حيقويها هلا ليرفع قيمة الشركة بالبورصة، متذكرة؟ ريهام، نحن لازم نمنع كل مخططات جان هي الفترة، تمام؟ أمير بيك، لازم نمنع مخططاته، بس أنا ما عم أنجح بأي شيء، صدقني لو بعرف أعمل شيء ما بقصر معك. اهدي واسمعيني شوي، بوعدك إنه هالمرة ما رح نفشل. أمير بيك، المشكلة إنه أنا على طول. ريهام تعرفي تسبحي؟ ريهام تعالي. شفت كيف أنا فاشلة؟ حتى هون وقعت. يلا شفت شلون؟ حتى إني وقف وأفتح حديث مع حدا كمان فاشلة وهي وقعت. ليكي هلأ بتفوتي على غرفتي، اتفقنا؟ جوا فينا الشافة. هني تمام؟ تمام. دارين خانم تسطحي هون وارتاحي. هلا بجيب لك فنجان قهوة بتشربي وبتصحي، مدي رجليكي وخدي راحتك، ما تاكلي هم شي بنوب، كله خير إن شاء الله. هلا بس تشربي القهوة بترتاحي. حلو تصميم المطبخ ما هيك؟ ايه ما بو شي. انا كتير عجبني. لك ليش كل مرة بفوت بلاقي حالي هون؟ يا ربي، النشاف اللي قال عنا وينه؟
لك 6 دقايق؟ ليش كل هالقد؟ كيف ماشي الحفلة؟ بتجنن حلوة، بس ريحتي اللي مو حلوة من الشوي. بدي اطلع بدل ثيابي. مسك هي، هات اوعك تشربها. اكيد بعرفك. جنبك؟ عم رفعت، كيف دارين؟ منيحة، شربت القهوة ومتسطحة. ايه كثير منيح، شكرا. فيك تشوف شو ناقص مشاريب برا بعد اذنك؟ طبعا تكرم. عم عزبك معي، ما تواخذني. ولو يا ابني، تكرم عينك. يلا ما بدك توصاي. ولا يهمك، عندي. كل مرة بنفس القرنة؟ ريهام؟ شو عم تساوي؟ ولا شيء. أنا كنت بدي فوت على غرفة أمير بيك، بس بالغلط فتت لهون. يعني معقول أنت بهالمنظر هاد بدك تفوتي على غرفة أمير؟ شو بفهم من هالحكي؟ مو لهالدرجة، قليل ترباية. مو بقصدي، مو هيك القصة. شو القصة؟ لكن فهميني. يعني هلأ خلص، بعدين بفهمك بالإذن. ريهام، هداك اليوم بالصالون واليوم هون بغرفتي، أنت شو عم تساوي؟ ها؟ ما بعرف، بالصدفة عم تصير الأمور معي. يعني هديك المرة واليوم حتى، والله صدفة كله. والله صدفة كله؟ أنت ليش بغرفتي ريهام؟ شو عم تعملي بغرفتي وبهاللبس؟ ما كنت بعرف إنه غرفتك. لا. من شوي وقعت بالمي ومبلوا تيابي، أمير بيك قال لي فوتي نشفيهم بغرفتي وطلعي. عن جد وقعتي؟ ايه، ولا شو مستغرب يعني؟ الحق معك، ما لازم استغرب، لأنه وقت اللي بيكون الموضوع متعلق فيكي كل شي بيصير، يعني ممكن. هالحكي مزبوط، عم يخطر على بالي اطلع وارجع ارمي حالي بالمي كمان مرة تانية. ريهام، عم تتمسخر علي ومستخف بالموضوع. حضرتك هلأ عم تسبب ضغط نفسي لموظفي عندك. يعني أنا من اليوم ورايح ما رح أخذ راحتي بشغلي، حضرتك بهذا الأسلوب عم تخجلني. أنت فايتة على غرفتي وعم تتعدي على أملاكي وفاتحة خزانتي كمان ولابسة من أواعيي. ما قربت على أغراضك ولا لمست شي بخصك بنوب. خلصت النشافة، ممكن تطلع لبدل ثيابي؟ إيه طيب، طالع. وينو محبسك؟ ليه حاطط ببالك هالمحبس ومو صرت تسأل عنه كل مرة؟ ليكو بالشنطة. شو عم يعمل بالشنطة؟ طيب فهمنا انه اهلك ما بيعرفوا، بس هلا هنن مو هون، ليش حاطط طيب بالشنطة؟ ها؟ بالشنطة لاني بخاف انه ضيعوا. معلش تطلع؟ ما عم بفهم شي بنوب. طالع، انا طالع. خلص طالع. ليش كل مرة هيك؟ بالإذن. الله معك. شكراً كثير. أهلا وسهلا. بالإذن منك. شكراً أمير. شرفتونا. باي. ماجد. كيفك؟ أهلا وسهلا. لك معقول تعملوا حفلة وما تعزموني؟ لا، بس موظفين الوكالة، تعال. وأنا مو المحامي تبع هي الوكالة، وليل نهار عم اشتغل بالعقود تبعها. إيه، مو بس العقود والاتفاقيات. ما شاء الله مستلم كل شيء. جان، كيفك؟ منيح؟ تمام. تعال نقعد. جبت العقد؟ ايه ليكو، شروطه صعبة شوي، بس العارضة بتستاهلون. فتون تاش. ورجيني هلأ بعدين بنحكم. عقد شو جان؟ شكلك لسه ما بتعرف بفكرة أخوك العبقرية. لا والله بنوب. هي المخلوقة السنة الماضية كانت عم تشتغل معكم، فتون تاش، بتشتغل موديل. هلأ صارت الوجه الإعلاني لديجا. بشو بيفيدنا هذا الشيء؟ إذا قبلت توقع معنا هذا العقد
نكسب كل الحملات الإعلانية. رح أتوقعه رح أتوقعه. ليش مستعجلين يعني؟ بظن إذا بندرسه شوي مو أحسن؟ البنت معروفة عالمياً وكله راكد ليوقع معه، ولهيك طبيعي إنه نحن نستعجل، وإذا زبطت معنا منكون سبقنا الكلمة. إيه صح حكاك. ها دارين كيف صرتي؟ لا تواخذوني بعتذر، أول مرة بكتر بالمشروب وما حسيت على حالي. مو مشكلة ولا يهمك، هلأ المهم تكوني منيحة. إيه وبالنسبة للعقد بدي أدرسه كمان مرة، بس مع هيك بتتصلي بفوتون أنت وبتقلي لها إنه نحن وافقنا على شروطها وبتخليها توقع العقد. أوكي تمام، هي حابة تشتغل معنا ولهيك اعتبر الموضوع منتهي. معناتها من الصبح بتجهزي البرزنتيشن ولوازم التصوير لأنه ما ضل معنا وقت. أنت رح توصل دارين معي؟ إيه طبعاً. اتفقنا، بشوفكم بكرة. أوكي خاطركم لك بالإذن منك أمير بيك. باي مجد. موفقة دارين. شكراً كلك ذوق. فرحت بشوفتك كتير. شكراً لك مجد. تفضلوا. بالإذن. بس ما كون حكيت شغلات بتخجل بعد ما دخت من المشروب. بنوب ما خبصتي كله كان طبيعي يعني. جيجي لسه عم تسألي؟ خبصتي كتير طبعاً وتبهدلتي قدام الكل، يعني موقعك ما بيليق فيها التصرف، لمعلوماتك عيب مو صح. يلا انفضحت اليوم. لساتك زعلان مني؟ تعرف اني رح موت من حبي لدارين؟ اخي عمي خطط لمشروع كبير بس ما في امل لانه هي مو طايقه تطلع بوشي. شد حيلك الا ما تزبط معك. ايه وانت شو اخبارك؟ انا منيح كتير، وانت طمني عنك. بعتذر بس ثواني. هذا مرتبط بس ما عم يرضى يقول بمين. على اساس انت بتقول يعني بتضلك مختفي على طول؟ يا زلمة قول عندي رفيق حاكيني. منيح لبستي. ليش الكل راح بهالسرعة؟ لبست التياب واجيت اخذ موبايلي. ايه بدك وصلك؟ لا شكرا، لا تعذب حالك، عندك ضيوف لسه. اها انت لسه ما رحتي؟ ايه بس هلا رح اروح فورا. وانا بدي اروح كمان. وصلك بطريقي؟ ايه وصلني عن اذنكم. الله معك. قول هات لشوف. شو بدك قول؟ ما بعرف بس في شيء ماله طبيعي وانا لازم افهمه منك اليوم. يلا جان قوم صب لي كاس خلينا نحكي. ما رح قوم ولا شيء، لكم المشاريب روح صب لحالك، روح يلا. الا وما الاقي شيء طريقه اعرف فيها كل شيء عنك. شو تعودتي على الخاتم؟ لا ابدا، يعني بضل البسه وخبيه مثل المجنونه. ايه بس انتبهي ما تضيعي شيء مره. ها أمير بيك بعرف إنه غالي، يعني بخاف إنه يضيع ولهيك لو سمحت خليه معك. أنا عامل له تأمين ما تخافي، خدي خبيه معك هلا، بعدين منقول إنك انفصلتي تمام؟ يعني كذبت على الفاضي وورطت حالي. أنت ما تاكلي هم شيء أبدا، اسمعي، أخي عم يمشي بقصة هلا ونحن لازم نمنعه. بدي أعتذر منك، لازم حدا يمنع جان بيك، بعرف هالشي بس أنا ما فيني ساعدك أبدا هاي المرة. ريهام كل مرة بدي ذكرك بالاتفاق يلي بيناتنا؟ انت وعدتيني تساعديني مثل ما ساعدتك، ما هيك؟ بالمناسبة قدرتي تستفيدي من المبلغ؟ يعني دفعتي ديون أبوكي؟ ايه دفعت بس لسه ما قلت لأبي إني دفعتهم، لأنه هو أكيد رح يسألني من وين جبت هالمبلغ كله وماني عارفانة شو بدي أقله. ايه فهمت. طيب امشي هلأ لوصلك. أمير بيك؟ نعم. أنا ما فيني فوت على حارتي بهيك سيارة فخمة، ولهيك وصلني على أقرب موقف باص لو سمحت. يلا خلينا نمشي. نهاد تعال شوف الجو قديش حلو، خلينا نطلع نمشي شوي برا. نهاد شبك عم يوجعك شي؟ لحظة ليكون مرتفع ضغطك، رح روح جيب الجهاز. لا وهيبة أنا منيح كتير منيح ما فيني شي. تعي خلينا نحكي شوي بالجنينة. إيه؟ إيه ماشي. يلا هاي
وهيبة بعد ما فكرت قررت بيع المحل. لا نهاد، قلت إنك رح تسحب قرض وتوفي في ديونك. حاولت وهيبة بس ما عطوني، وخليل بده المصاري ما عم يستنى. ما بحب حدا يقول إنه نهاد ما عم يوفي ديونه، بتعرفيني أنتي. ولهيك من بكرة رح دور عزبون تمام، ورح بيعوا البضاعة والمحل. زعلتي ما هيك؟ إيه والله، وكتير كمان مقهورة من قلبي. اسمعي، أنا هي أول مرة ما بعرف أحسب أموري مزبوط. جمعت كل بضاعة المحل، مو في 40,000 علينا؟ حق البضاعة والمحل بيسوى أكتر من 100,000، بتعرفي هالشي؟ وإذا زبطت وبعناهم مع بعضهم رح ندفع الدين اللي علينا ونتصرف بالباقي. إذا هيك بيكون أحسن لك، وفي راتب التقاعد كمان. إيه؟ وبنتك ريهام توظفت، بس هيك شغل البيت كله رح يطلع براسي، شو بدي أعمل وقتها أنا؟ هلأ ما لازم تخبري البنات بالموضوع بنوب. ما بخبرك. طيب تتذكري وهيبة وقت قلتي لي ترك الهموم وخلينا نطلع إجازة لحالنا؟ إيه نهاد، بدنا نطلع لوحدنا عن جد؟ بدنا نطلع طبعا، بس أنا وإنتي. على المكان يلي بتحكي عنه ريهام ألبوسيا؟ إيه؟ معناها منروح لهنيك وبنبعت لريهام كرت زيارة. والله يا وهيبة أنت أفكارك بياخدوا العقل. مشان تعرف قيمة مرتك. إيه بالإذن منك بدي أقوم أعمل رياضة، بدي نحف جسمي. لا خليك تستمتع بالإجازة تبعك. أخ منك وهيبة. عيب، طولي بالك شبك. طيب باي أخي، نحكي بعدين. جيهان أهلا وسهلا، كيفك؟ مو منيحة ابنه. إيه؟ ليش مو منيحة؟ لك كيف بدي كون منيحة؟ كنت بحفلة مشاوي ببيته لجانبك، ولقطني بغرفته من دون تياب من كتر حظي مزفت. شو عم تقولي؟ انت ليش لتفوتي على غرفة جانبك؟ لا وكمان بدون تياب؟ طلعي فيني بس ما يكون حدا حط لك مخدر بالمشروب. لك لا، بدل ما فوت على غرفة أمير فتت على غرفة أخو جان بالغلط. ليش بدك تفوت على غرفة أمير بدون تياب؟ فهميني الموضوع بلا ما يطق مخي منك. طيب بس روقي شوي بالأول. أحمد خد هاي لشوف، وهي أعطيها لأمك ولا تقراها، وإذا بدها تتصل فيني. أوكي. شو هاد؟ موقع، صار عندي موقع على النت وعم روج له. جيهانجا.com، طور نفسك وغير أفكارك مع جيهانجا.com. جيهان معكن على طول. جيهانجا.com، يلا لا تترددوا. لك حلو كتير هالحكي. اتفضلوا اتفضلوا. شو بدك؟ هاد موقع بتلاقوه على شبكة النت. شو هاد الموقع؟ لك شو هلا الثلاثة؟ كيف ترمي على الأرض؟ العمى بعيونك دافع عليه مصاري. شو هالناس يا؟ والله القصة مو سهلة. مساء الخير سيد مراد، تفضل. مساء الخير صبايا. جهاز نقطكم موقع على الانترنت لتطوير الذات، شوفه بيلزمك. لتطوير شو؟ عم مراد فوت على الموقع، بتعرف تصبح على خير. تلاقي الخير بنتي. انتي متأكدة انه رح تنجحي بهالشغلة؟ ما بتوقع في حدا بحارتنا محتاج للتطوير. منروح على نيشان تشي إذا بتحبي. بكرة بتشوفي الاشتراكات على الموقع. ليكي أول نصيحة من جهان إليك، لا تستسلمي أبداً. لا شو هالحكي ما رح. ها ليك إذا برجد هاد شغل جيهان الجديد. ما تعذبي حالك وتعطيه، لأنه هو يعني هو بيعرف بالموضوع وعم يساعدني بالتوزيع من الأول. إيه أنا بعرف بهذا الموضوع من قبل وعم وزع معه، عندي علم. بس بعد هلأ بدنا نوزع ثلاثتنا مع بعضنا. يلا أمشي. أنا بدي أحكي مع جيهان شوي، أنت بلش وعلى الشط منشوفها. إذا على الشط موافق بشوفكن هنيك، بس لا تنسي أنت اللي قلتي هذا الشيء، وبعض مثل لسانك كمان، شغلك فاتحت خير يبدو. يلا موفق. يلا بنلتقي مع بعضنا. طبعا بنلتقي على الشط. باي باي. اوف مانو طبيعي ابدا، امتى ما سلمتي عليه بتلاقي عرق على ايده. ايه والله الحق معك، يلا خبريني شو صار. ما كان عندك خبر بخصوص عقد شركه السكاكر؟ شكله راح علينا. بعرف زبطوا الموضوع بسرعه ولهيك ما انتبهت. ايه بس كمان انا عم جهز هلا لعقد مهم. حاسس انك ما عم تفهمي علي، الوقت تاخر. يلي بيتفق مع فتون تاش بياخد باقي العقود، ونحن يلي اتفقنا مع فتون تاش. أمير مين نحن؟ مين بتقصد بنحن أنا وإنت ليكون؟ كلمة قلتها ما قصدت شي، بعتذر. دارين زبطت فتون تاش، بس كله حكي لسه ما وقعوا العقد، يعني بلحظة بيتغير كل شي. مين بيعرف؟ بجوز ما تعجب البنود اللي بالعقد والبنت توقع معي مو معهم. ألين الموضوع مو بهالسهولة هي، لازم ندخل وسيط من معارفها. ما تنسي إنها مشهورة عالمياً، أنت بتعرفي مين فتون. أمير أنت بدك تجنني أكيد. إذا أنا قدمت لها العرض المناسب تشتغل معي أنا. ألين اسمعي، لا تنسي إنه وكالتنا لساتها جديدة، ما رح تشتغل معنا.
بدها توقع معنا، فهم؟ ألين شبك أمير شبك؟ الوكالة قلنا اتنيناتنا، مو إلي لحالي. ألين في شغلة مهمة، إذا أبي وأخي بيعرفوا بالشي اللي عم بعمله بخسر شغلي وبخسر عائلتي كمان، عم تفهمي؟ ولهيك لازم تهدي شوي، المشاكل مو لمصلحتنا، اتفقنا؟ لا هالشي مستحيل أمير، بدي أخذ هذا الشغل منهم. أنت رح تكون برا الموضوع فلا تاكل هم، بالإذن منك مشغولة شوي. إيه إذنك معك، لمعلوماتك طموحك الزايد هاد رح يوقعك بالمشاكل وبكرة بتشوفي. ليلى كيفك؟ أهلين عثمان، أنا منيحة وأنت؟ أنا منيح. أنت ليش قاعدة لوحدك؟ الصراحة متضايقة شوي وحابة أكون لوحدي، وأنت ليش هون؟ شو هاد؟ هدول لجيهان عاملة موقع على النت، عم وزعن معها، شو ما شفتيها؟ ما شفتها اليوم. إيه. طيب بتسمحي لي إني أقعد جنبك؟ يعني مندردش سوا شوي. إيه أقعد. ليلى خير؟ انت ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ عثمان انا تقلعت من الشغل. ليش يعني؟ في جاسوس بالشركة عم يسرب معلومات، ما بعرف ليش شكوا فيني. وزعنا كمية كبيرة جيهان. ايه والله ما ضل غير كم وحدة. منيح، رح اعطيها لهي. يسعد مساكي، تفضلي. يسلم. مرحبا. وين كل هلا؟ تفضلي اجانا هاد. شوفي عم تبكي كأنه؟ لا مو هيك ريهام. بس كيف هيك بشكوا فيكي؟ شو ما بيفهموا يعني؟ هدول الناس مين مفكرين حالو؟ بكرة بتشوفي كيف رح خلي كل يلي هنيك يلزموا حدودهم معي. شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله عثمان؟ عثمان ما تتدخل بشي ما خصك فيه، بوجودي ما حدا بيتصرف غيري لأنه أنا اللي بكون صهرة. ليكي ليلى أنت ما تشيلي هم، بكرة بروح وبحكي معهم. أنت صهر مين زبرجد؟ مو وقت هالكلام هلأ، هالموضوع بنحكي فيه بعدين، مو قدام العالم، مشاعر أختك أهم هلأ. مظفر؟ لك أخ منك، شو عم تعمل مع هاي البنت ابني؟ هيك اتفقنا أنا وياك؟ ريهام أنت شو اللي عم تعملي مع هيك عالم؟ أمي شو بدي كون عم أعمل يعني؟ صدفتهم هون وعم نحكي. الله يسامحكم، يعني إذا ما كانت معي مع مين بدها تكون مثلا؟ سكوت، مو مع حدا. أنا ما رح كون لا معك ولا مع غيرك، مفهوم اللي عم أقوله زبرجد؟ ليش أساسا مين هذا الغبي اللي ممكن يفكر إنه يكون معك؟ ما بعرف. طلعي فيني أنت زودتيها، لا تخليني جنون أطفي. شبكن يا جماعة؟ حاج نحن بالشارع. خالتي وهيبة ما شفتي موقعي؟ مو جيهان جنقطكم، بتمنى تشوفوه موجود على النت. أنا براهنكم بإنه رح حل مشاكلكم كلها وشو ما كان نوعه، ورح كون المدربة المفضلة عندكم. تابعوني، جيهان جنقطكم. منتابعك. مرحبا ألين. أهلين فتون، طالعة بتجنني اليوم. كل يوم مو بس اليوم. أنتي كمان منيحة؟ شو بتحبي تشربي؟ ولا شي، أنا بفترة الديتوكس، لما قلتي القصة مهمة اجيت فوراً مع أني مشغولة. مثلي معناته، فتحت وكالة. إيه بعرف هالشي، أنا سمعت إنه عزيز بيك قلعك بسبب شغلات مو منيحة عملتيها. هن نفتروا علي وظلموني كتير، بس صار عندي وكالة خاصة وما استسلمت لهم بنوب. أنا طلبت منك تجي لهون لهذا السبب. جبتيني لتقولي لي ما استسلمتي؟
أنا بقول لك لشو جبتيني. بدك أشتغل معك كرمال الماضي اللي بيناتنا. إيه بس الشغل مع وكالات لساتهم جداد بالسوق ما بيناسبني أبداً. يعني موديل مشهورة عالمياً مثل فوتون تاش. مو معقول تشتغل مع وكالتكن. لا تواخذيني بس في قدامي عروض من شركات كتير ضخمة ما فيني أرفضها. بس مو مشكلة، من زمان ما شفتك وانبسطت بشوفتك. ليكي بكرة في عندي مؤتمر مشان تصوير فيلم بأمريكا، فيكي تجي. كنت حأطلب منك تشتغلي معي كرمال ماضينا مع بعض. تتذكري قديش قضينا أيام حلوة سوا؟ كنا ناكل ونشرب مع بعض كمان. شوفي شو ضل معي من هديك الأيام. ما بدك تشوفي الذكرى اللي محتفظة فيها رفيقتك ألي؟ ليش محتفظة فيها؟ لك هيك صورة ممكن إنه تدمر لي مستقبلي، بتعرفي هالشي ولا لا؟ بتطلع فيها وبضحك وقت تكون مزعوجة. أنتِ أكيد ما بدك الصورة توقع بإيد الصحافة، ما هيك؟ شو عم تحكي أنتِ ألي؟ هالصورة من سنين طويلة، يعني قديمة كتير. بعرف، أنا اللي بعرف. وبعرف إنه أدنيكي عملتي لهم تجميل ونحتي وشك ومزغرة أنفك. إذا صاحب أي شركة شاف هالصورة شو رح يقول يا ترى؟ رح يقبل تكوني وجه إعلاني لماركته؟ لك معقولة تعطي هالصورة للصحافة؟ أنتِ بتعرفي بأمور الشغل ما في مسح بنوب. تصوري شو رح يصير إذا عطيتها للصحافة؟ شو رح يقولوا معجبينك؟ طلع كل هالجمال كذب؟ مانك مضطرة. احكي مع مديرة أعمالك لنرجع ننبسط مثل هديك الأيام. اللي عم تعمليه وسخ وبيخوف قليل. والله يا حبيبتي، أنتِ بتعرفي شو اللي بيخوف بالسوق أكتر مني. طموح الوكالات الصغيرة ما بيصير تدمري وتحققي طموحك بس. اتصلي بمديرة أعمالك يلا، والعقد ليكو جبته معي. منوقع دغري. خلي الصورة معك إذا بتحبي. معي منا 100 نسخة للتوزيع جاهزين. عن إذنك، بدي قوم مشان أحكي معها. راجعة. طبعاً خدي راحتك. أمير، أنا قلت لك فيك توثق بحبيبتك، ما هيك؟ فتون رح توقع معي، تمام؟ اي تمام. ممكن انك تضيف هالبنود على الاتفاقية كمان؟ اي طبعا. صباح الخير جان. صباح النور دارين. شو بعت العقد ولا في شي مشاكل؟ لا ابدا، ما في مشاكل بنوب. بعد شوي فتون بتوقع على العقد. ممتاز، لكن اجمعي الفريق فورا، لازم اليوم نتفق على الحملة. انا بالطريق جاي. صار جسمي يرجف، أنا بحبك ومو صباح الخير. صباح النور. عن جد أنا حاسة إني شايفتك قبل هالمرة بشي مكان، بس وين ما بعرف. بجوز على التلفزيون شايفتيني. والله جد؟ بس لحظة، لو سمحت، أنت كنت بحفلة الشركة بمناسبة الذكرى الأربعين؟ كنت، بس ليش عم تسألي؟ وين كنت موجود؟ عفوا، ما فهمت عليك. كنت ناطر حبيبتك مو؟ أنت مين وشو بدك مني؟ شوف، أنا بعتذر لأنه ما قدرت أوصل لك الفكرة مثل ما بدي، بس عم دور على واحد له دقن طويل. أنا ما إلي دقن، يعني هي الدقن تركيب. لازم أتأكد منها. لك أنت شو ساويتي يا الله؟ بعتذر عفوا، بس عم دور على حدا له دقن. فهمنا أنك عم تدوري، بس أنا شو دخلني هاتي؟ طيب فهمنا. أصلا أنت مستحيل تكون طير ألباتروس، قال مركب دقن قال. جان بيك، ناخذ سيارتك على باركينج الشركة؟ إيه لو سمحتي. جان بيك، والله تركيب هالدقن أخذ معهم 4 ساعات. ما تواخذني، عن جد بعتذر منك. خلص بكره منحلها عادي. شكرا لك يا بيك. مكملة بالبحث؟ طبعا أنا برأيي إنه ليلى هي الجاسوسة. أنت متأكدة؟ يعني من وقت ما راحت ألين صاروا ينسرقوا زبايننا. صح، وأنا معها كمان بالكلام اللي عم تقوله. شكيت فيها لما خافت تسلم اللابتوب تبعها. شو عم تحكوا؟ سلوني معكم. كنا عم نقول إنه أختك هي الجاسوسة، ما في غيرها. أصلاً حركاتها ما كانت تعجبني. لك شو هالتخبيص هاد؟ لا تدافع عن أختك أبداً، جان بيك لهلأ ما رجعها، يعني مبين إنه شاكك فيها. بكفي، أنا ما بسمح لك. أختي مستحيل تكون جاسوسة، ما بتقبل. أنت لو تشوف حالتها بتعرف إنها بريئة، بعدين على القليلة ما تحكوا قدامي.
ليلى مو هي الجاسوسة يا حلوين. جان بيك ما بعت وراها لأنه اللابتوب تبعها بالفحص لساته. منشان هيك ما بدي اسمع حدا منكن عم يحكي عنها، وإلا رح اشتكي للمدير. الكل عم يفهم؟ عالشغل عالشغل. وعم تكذب كمان، قال إنه المدير هو اللي شاكك فيها. اروح الله يلعنك. عم يقول عن المخلوقة جاسوسة بلا خجل. العمى كان رح يفوت براسي هالأفكار السوداء لو ما اجيتوا انتو التنتين بالوقت المناسب. لوريس خير؟ انتي منيحة؟ ليش معصبة زيادة عن اللزوم؟ لأنه رح أعمل اختبار تمثيل دور مديرة آسيا وجربت فيهم. كيف؟ ممتاز، عم تلمعي مثل النجمة. ايه اللمعان أهم شي بالدنيا. طبعاً، كتير مهم. جيجي اكيل عن نقصني. آسف. خبرت الفريق يجوا على مكتبي؟ لوريس لازم تكوني موجودة. تمام. هذا الشاي أنت مساويتي؟ ايه طبعاً، بس أنا شربانة منه. فكري بهداك الحلو، هاد بعدي عنه. البنت صغيرة ما بتناسب عمرك أبداً يا مخرف. ما بعرف هالبنت كيف قبلانة تمشي معك. أمي شبكي؟ شو مع مين عم تحكي؟ مع التلفزيون بنتي. لك والله ما له سهل ابنه. ليش مهتمة فيهن هالقد؟ حبيبتي انحرى عيوني من البصة. الله يوفقك كم مليون عني، بس مو بإيدك على الخشبة أحسن. جدبة ايه، اول شي بيحط قدامك اكل، بعدين قهوه، وبعدها بيلبسك الشحاطه برجلك. مانك مجبوره على هالختيار. الف شب بيتمناكي ختيار الجن. ليكون ناوي انه يتزوجها؟ الزلمه على حفه قبره. لك جده هاد اكيد بيكون في عنده احفاد. معلوم عنده احفاد. طيب امي كيف عم تفهمي عليهم شو عم يحكوا؟ انت خافيه الصوت، علي الصوت قبل وبعدين انتقديهم للجماعه. لشو بدي علي الصوت اذا حضرته اكثر من مره لهالفيلم؟ صرت حافظته بصم يعني. لك بنتي أبوكي ما بيأكل البصل إذا القطعة كبيرة، حاولي تنعمي أكتر من هيك. يلا. طيب أمي، بنعمل بابا غنوج ولا نعمل مقلوبة برأيك؟ بنعمل بابا غنوج برأيي لأنه أسهل بشوي. معك. أنا عندي معكرونة بخضار باكلها المساء. لا مو معقول اللي صار. شوفي من دون ما أحس عم أتحول لست بيت. آه، نص وقتي عم بيكون بالمحل والنص التاني بالمطبخ. من الصبح مثل النسوان بالبندورة والبصل. شو عم ساوي أنا؟ عم تساوي بابا غنوج بنتي. شو فيها؟ لا لا لا، أنا ما فيني يكون ست بيت. لازم فوراً روح على الشركة قبل ما يطير عقلي. ما فيني يكون ست بيت، ما فيني يكون ست بيت. لا 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 لا، صارت مجنونة البنت. إيه حاجتك تكذب بقى؟ احترم شيبتك. طيب يا جماعة، اتفقنا مع فوتون تاش مشان نصور إعلان لشركة ديجا. ديجا رح تعمل إعلان للسكاكر الجديدة اللي أنتجتها، ولهيك نحن لازم نبلش نحضر لجلسة التصوير. ليش فتون تاش؟ جيجي. لأنه يا جيجي، فتون تاش بتكون هي الوش الإعلاني لشركة ديجا، والمفروض تكون بالحملة. وهلأ، أعطوني الميزانية تبع التصوير. مين بتقترحوا يصور هالمرة؟ مديرة أعمالها لازم رد عليها لحتى نتفق. أهلا وسهلا. أحمد توغاي، شو رأيكم؟ هو اللي صور فتون قبل بمرة. مزبوط، أحمد منيح. اوكي، حاكوا فورا. جان. نعم. فتون ما رح توقع معنا العقد، قررت توقع مع وكالة أليم. كيف يعني؟ مو الصبح اتفقتي معه؟ ايه بلا طبعا اتفقنا، بس ما بعرف شو اللي صار لحتى فتون غيرت رأيها. طيب اتصلي بمديرة أعمالها واعطيني اياها. تمام يلا. قفلت الموبايل. أكيد فتون معها، اتصلي على موبايلها. هالين كيف قدرت تعرف بشغلنا هاد؟ قفلت موبايلها كمان، بتعرف إنه بدنا نتصل. شو اللي صار؟ هلأ ماني عم أفهم. القصة مو بهالسهولة، فتون وين بتكون؟ جان البنت وقعت مع ألين ومشي الحال، والمسا رح ترجع على روما كمان. قليلي فتون وين بتكون؟ طيب كاتبة عندي، ثواني لحتى شف لك. جان بيك، إذا في عندك أزمة ممثلين أنا فيني أخدمك بهالموضوع هاد. لوريس، حالياً ماني رايق لك. يلا دارين قولي لي وينها. زعلتي مو؟ لا بالعكس، اصراري بيزيد وقت بنرفض، لانه الموهبه هيك بدها. امير. بدك شي؟ انا رايح على اقوى. على اقوى بدك تروح؟ ليش؟ رح شوف فتون تاش هونيك، قالين رجعت اخذت الشغل منها، ما بعرف كيف بس رايح افهم. ايه لازم. جان بيك، بدي احكي معك بموضوع. ايه بس بسرعه لانه لازم اطلع فورا. لابتوب لانسه ليلى تفتش بالكامل، لقينا ايميل مبعوث لالين منه. طبعا اللي بعته حاول انه يخفي اثره، بس نحن استرجعناه ببرنامج متطور كتير.
معناته صار لازم نفهم من ليلى شو القصة. أنا بشوفها. لا، إذا بحكي معها أنا بيكون أحسن، ترك لي الموضوع. إيه طيب، بس أنا متأكد إنه ليلى ما بتقبل تكون جاسوسة أبداً. مين ما كان اللي عاملها لازم تعرف إنه محترف كتير، مثبت برنامج بيحذف الأثر بطريقة محترفة، وعلى حد علمي ليلى ما عندها خبرة بهالقصص. مو مشكلة، منحاكيها ومنفهم. فيك تروح على شغلك. شكراً لك. ماشي. الملفات اللي طلبتهم، تفضل. كتير منيح، يسلموا. ماشي، أنا رح روح. ليش ما بتاخد ريهام معك؟ بركي احتجت لشي مساعدة مثلاً. ممكن. شو؟ ليش بده يحتاج مساعدة مني؟ هو مدير وبيعرف يتصرف لحاله. ايه طبعاً، بلكي احتاج شي مساعدة مني، روح بساعده. طبعاً، لوين رح نروح؟ عاقوة، لا تطولي، يلا. ليكي ريهام، اوعك تخليه يجتمع بفتون، ماشي؟ اخي ممنوع ياخد هذا الشغل، فهمتي ريهام؟ هاي فتون مين؟ ما فهمته، كيف بدي امنعه؟ فتون بالاوتيل هلا، حاولي ما يوصل لعندها. كيف بدي اعمل هالشي؟ انا ما عم افهم عليك. لك رح اجن من هالشغلات اللي بتكلفني فيها. هي الاهم، اذا بياخد هذا الشغل مننتهي، عم تفهمي؟ تصرفي، يلا 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 يلا. جان بيك، فكرتك صرت تحت. نسيت جاكيتي، بدي اجيبه. بلا، ما تعذب حالك، انت انزل وانا رح اجيبه معي. اوكي طيب، بس ما تتاخري، ماشي؟ اي ما بتاخر. ريهام يلا، هذا الحل ما في غيره. تصرفوا كأنه جلسة التصوير رح تصير، جهزوا الديكور والألبسة وباقي الأمور. جان، فتون ما ردت على تليفوناتك، متأكد أنه رح تقبل؟ لشو اللي تتعذب؟ طيب خذ البنود الجديدة، إذا بدك بيجي معك. ما في لزوم، ريهام جاية معي. برأيي هنو لأحلى شيء. إيه أنا حبيتهم.